أكيد كلهم؟ أهلا أهلا أهلا، قرب قرب بعد شوي على الميكروفون، على الميكروفون على الميكروفون. أيوة أيوة، أنت شو اسمك؟ أحمد. أهلا بأحمد، أنت من وين؟ من الأردن. من الأردن، أنت ومين جيت؟ من الأردن. أنت ومين جيت؟ مع ماما وعمو علي وأختي تانية وبابا. يا أهلا وسهلا. قد ايه عمرك؟ خمسة. خمسة؟ وانت بدك تلعب باسكت بول؟ يلا خلينا نشوف شو بدك تعمل. جاب المومنتوم. ايوه ايوه ايوه. يعني انا بتوقع بعد 10 سنين الاردن بتاخد بطولة العالم بالباسكت بول. والله ما شاء الله عليك. مثل ما بيقول الأستاذ ناصر، جميل جميل. أنت عارف إحنا شو عم نحكي عنك؟ شو عم نقول عنك؟ بدك تربح؟ لنشوف قرار عليك. أكيد نعم. ناصر، أنا مو نعم واحدة، نعمين. خلص خلصت. وأنا عشرة نعم. أحمد سجل ثلاثة بوينترز مع ثلاثة نعم من لجنة التحكيم ليتحقق حلم أصغر لاعب كرة سلة معانا.